في إطار مكافحة الجريمة الإلكترونية لا سيما عملية النصب والاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمكن مستخدمو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأمبواغي في عمليتين نوعيتين من توقيف 7 أشخاص يمتهنون النصب والاحتيال. عملية التوقيف جاءت بناء على شكاوي عن تعرض مواطنين للنصب والاحتيال عبر صفحتين مختلفتين في الفضاء الأزرق. على الفور تم فتح تحقيق والشروع في البحث والتحري باستعمال مختلف التقنيات الحديثة، وبعد استكمال عملية البحث تم تحديد هوية مسيري هاتين الصفحتين وإلقاء القبض عليهما، كما تم توقيف شركائهم والبالغ عددهم 5 أشخاص ليتبين أن هؤلاء المشتبه فيهم يقومون بالوعد بالبيع أجهزة كهرومنزلية، وبعد قبض 8 يقومون بالتنصل من وعد البيع. رفعت ضد المشتبه فيهم جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنحة النصب والاحتيال، جنحة انتحال صفة شخص. تم تقديم مشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.